نروحوا درك. السلام عليكم. نروحوا درك للدوزيام تيب اللي هو الجي 2. كي بعد ما كملنا هذا نتمنى تكون الفكره اوضح واشمل في الفكره تاعكم. نروحوا هنا درك للتيب تاع لي جيد نيميرو 2 جي 2. كما اكدت لكم ها هو المعنى تيب والسايز تاعو هنا. هنا راك نفس الشيء نفس الحكايه اللي كنت نحكي فيها في الجي 1 ولا الجيد كاتيجوري تيب ا. نلقاو راهم بارطاجي لي ديامتر بعد سويفو ديامتر تاع البايب. نبدا لك هنايا من 4 بوس للجيس، من 12 للساز، من 18 لل 24. هنا علاه بدا من 4 بوس لانه لو تيب تاع الجي 2 يبدا من ديامتر 4 بوس فما فوق حتى يوصل هنا. نقول مثلا هنا ال 24 صاديبو على حساب لي بيزوان دو شونجي. نبداو هنا. سبق وحكينا قلنا من الجيس للكات نروحو ديريكت مول الطابلو بالطابلو ا. الطابلو ا هاو هنا قدامكم. قلنا من الكات للجيس، يعني هنا عندي من الكات للسيس. نستعملو ماتريال 80-90 لونغير تاعو 115، ومن الويت للجيس نستعملو لونغل 112. يعني اكد 12 كيما في المثال السابق قلنا لقيناها هنايا جيس وكاين لي 12، لازم تتاكدوا من هذوها. وممكن ما هضرت لكمش عليها في الفيديو اللي عدى كيفاش تتاكدوا. فرضا عندك الميترا تاعك ما عرفتش تقيس بيها، ولا هي الشكل تاعو بدا ماهوش واضح لانه هذا رسم ماشي كيما في الواقع. غتلقاو الفرق وين. باغ اكزومبل هادي مدوها لكم المهندس تاعكم، المهندس تاعكم هو يمدها للشيف دي كيف شيف دي كيف، هو اللي على بالو كيف يتبع الامور تاعهم. تلقى حاجه يقولوا لها اسمها الهيت نمبر. نمبر الهيت نمبر هذا، الهيت نمبر هذا اللي هو الترقيم تاع الخليط من واش تخدم هذا اللونجل في اي حاجه في البايبينغ كامل، سواء لي سيبور ولا اي حاجه تلقى عندهم الهيت نمبر. هذا ما ندخل ما نتعمقوش فيه بزاف، وانما انت باش تاكد باللي لا بياس اللي نحتاجها هي هذه تاكد من الهيت نمبر تاعها. يعطي هذه باش تنحي عليك توسويس كاع. هنا قلنا من الواحد من الكات للديس راح نستعملوا لونجل كيما هضرنا عليه اللي يجي هو في راي ال هكذا يدو هكذا. نروح للدوزيام تيب والتروازيام تيب اللي هو من 12 للساز ومن 18 لل 24. في لوكا هذا راكم تشوفون باللي مكتوبه يو سي 150-150-23 سيرتا لونغير تاعها سويفو لو ديامتر ما درناش عليه. اليو سي هو الفراي اش لانه جاي شكله على جاي على شكل اش. مثال كي راك تشوفوا هنا يجي الشكل تاعو هك، هذا كي يجي من المصنع يجي هك. طبعا يجي هكذا هكذا كاسويفون لونغير و الإبي بون. اليو سي 152-152 اليو سي هو الكولون. إذا تعرفوا لي زونغار نورمالمون تعرفوا لي زونغار. لي زونغار فيه نحاول نعطيكم رسم افضل للونغار. لونغار او مستودع اخي قلنا يجي هكذا، عندك هكذا، عندك هيك، عندك هيك. نحكيو على لا شاربونت. لا شاربونت تاعو اليو سي اللي هو اللي يستعملوه هنا الكولون. وتلقاو اليوبي، اليوبي هو البيم ولا جاي لا بوتر. هذا يعتبروا اليوبي اللي يجي هكذا وهذا اليو سي. كيفاش تفرقوا بيناتهم؟ راح نفرقوا بيناتهم تبعا لهذوها. اليو سي كما حكينا هنا راك تشوفوا بالارقام اللي كيف كيف، يعني يكون الطول هذا من هنا اللي هو ا، والطول هذا اللي هو البي يكونوا ايغال. اي تيغال ا بي هذا الكولون. وكيعود ال هذا في اليو سي، وكيعود في اليو بي لو تشيب تاعو اليو بي تلقى الا اكبر من البي.
هذه باش نعطيوها معلومه اضافيه برك كيفاش انت تفرق بيناتهم، يعني ما يكونوش كي تشوفها من بعيد يبان لك مربع. يعني هنا قال لك هنا تستعملها كامله، يعني كي تشوفها تلقاه يقص لك، يقص لك من هذه لابارتي هكذا هكذا، ويستعملها كوم جيد لانها تستعمل الجامتر كبير شويه. نفس المثال هنا وهنا. نتمنى تكونوا الفكره وصلتكم وما فيهاش يعني اشكال كبير، ولا نتمنى نكون فدتكم. وما تنساوش في الاخير الاعجاب بالقناه والضغط على زر التفعيل باش يوصلكم جديد ان شاء الله.